مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدنا أن يكون ضيف وضيفكم اليوم السيد اللواء سيد سعد، مساعد مدير أمن القاهرة سابقا. أهلا وسهلا بحضرتك. سعدنا أن يكون معنا اليوم اللص التائب علي عفيفي. أهلا وسهلا بيك. وسعدنا أن يكون معنا ومكمل معنا اليوم المستشار أيمن محفوظ. سعداء بيك أيمن بيه النهاردة. والنهاردة بقى عندنا موضوع يعني هو وجهة مشرفة لكل لص تائب، وهو موضوع علي عفيفي. علي عفيفي أول من طبق الشريعة الإسلامية على نفسه، وهنعرف باختصار حكايته. وكلمنا يا علي عن حكايتك باختصار. أنا ابتديت مسألة سندوتشات، ابتديت وأنا صغير في أولى ابتدائي مسألة سندوتشات واللي أنا مرصاص وحاجات من ابن العمدة وأنا صغير في أولى ابتدائي، من حاجات من ابن العمدة، وانتهيت بسيرة الألوفات والموبايلات والذهب والمحلات والمصالح الحكومية. بس كل حاجه. امتى اول مره سرقت فيها يا علي؟ ابن العمده، استاذ سمعان ابن العمده. كان سنك كم سنه يعني؟ 7 سنين في اولى ابتدائي. وانت عندك 7 سنين وانت في اولى ابتدائي اول مره سرقت. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا باشا. السرقه دي هل هي ادمان ولا هي عاده مكتسبه ولا هي ايه؟ ادمان ومرض وكل حاجه. انا اتعودت على وانا صغير، ما عرفتش ابطلها خالص. على اول ان ابويا مؤذن في الجامع، ام ست بيت، اهل دكاتره، سيدي انا بني جامع، كل الناس مبسوطين، بس انا اللي كنت طالع كده في العالم. يخلق من عالم فاسد. يخلق من عالم فاسد. طب انا عايز اعرف يا علي برضو، انت بالنسبه للحادثه بتاعت قطع ايدك للقطر ده، انت طبقت الشريعه الاسلاميه، حسيت ان انت مش قادر تبطل السرقه، فعشان كده رحت حطيت ايدك تحت القطر ولا ايه بالظبط؟ حطيت واحد الشمال تحت القطر عشان اتوب، ما توبتش. يعني انت قطعت الشمال الاول تحت القطر وقلت انك كده هتوب، وللاسف برضه فضل الموضوع لسه. ريما رجل العداله القديمه، قمت راجع على سبيل اليمين، قمت طالع اليمين تحت القطر، انها عربتني وحطيتها من غير بنج وبرشام على الحي. طيب احنا هنتكلم مع سياده اللواء. احنا شفنا طبعا نموذج، هو طبق الشريعه الاسلاميه على نفسه لما لقى نفسه ان هو بيسرق وعايز يبطل السرقه ومش قادر يبطلها. فانا عايز اعرف من حضرتك التجربه بتاعت علي ايه راي حضرتك يعني فيها؟ يعني هو كان ممكن برضك يتوب ويخش في اي عمل صالح يعني، او اي عمل حلال، يفتح محل، يا كشك سجاير، يتعلم صنعه، مع الايمان ومع انه يرتبط بالصلاه ويرتبط بربنا سبحانه وتعالى كان غير كده. لكن هو دلوقتي هو خد دماغه كده وهو طبق كده. هو يعني حاليا برضك بيشتغل ايه؟ ما ده السؤال برضك. لكن هو لو كان ايده وربنا بيقبل التوبه، يعني توبه، باب التوبه ده مفتوح طول النهار وطول الليل، التوبه مفتوحه. فهو كان من الاقدر بيه او الاحسن بيه ان هو كان يتوب وياخد اي عمل شريف يمشي فيه، وكان هيتقدم ويبقى كويس وهيبقى برضك نافع وصالح للمجتمع. هو بيقول لي سيادتك ان هو حاول يبطل بس هو ما قدرش، فراح قطع ايده الشمال، وبعديها برضو رجع سنه ونص بيد اليمين، ورجع تاني بعديها بسنه ونص راح قاطع ايده اليمين تاني عشان حاولت اتوب كتير ما عرفتش اتوب. فاحنا نوجه كلمه برضو 25 سنه سرق وما اتمسكتش. نوجه كلمه برضو يا سياده اللواء للي زيه، نقول لهم ايه؟ هو ما كانش في حد رعاه المراعاه الصح، هو ما عرضش على حد او ما خدش راي حد، او هو اتصرف كده من دماغه. لكن ايا كانت اي طريق للجريمه نهايته يا السجن يا القتل. اي طريق للجريمه لازم هيتسجن، ولازم هيحصل له مشكله، ولازم هتبقى نهايته غير سويه. ليه؟ لان هو ده النهايه الطبيعيه للشر. ما ده النهايه الطبيعيه للشر، لازم هيوصل لاي مرحله من المراحل ديت، ان هو يا اما يخش السجن، يا اما يحصل له اي مشكله، يا اما يموت في اي مشاجره، يا اما بيسرق من بيت عالي يقع يموت. يعني النهايه في الاخر لازم هتبقى نهايه غير سليمه وغير سويه. لكن احسن حاجه انا بوجه لكل واحد كده ان هو يبدا يدور على عمل شريف، عمل شريف، عمل شريف، وهيعيش عيشه كويسه، وهيلاقي الناس تساعده، وهيلاقي الناس تقف جنبه، والدوله هتقف جنبه، ووزاره الداخليه في الرعايه اللاحقه هتقف جنبه، يوفروا له مليون عمل شريف، يوفروا له اي حاجه. هو لو كان يشتغل سايس ما كان هيبقى احسن 100 مره، وكان هيقف كان هيقدر اللي هو يشتغل ويقدر اللي هو ينتج وفي نفس الوقت. لكن هو حاليا الوقت، طب هو بيشتغل ايه؟ ما انا مش عارف دلوقتي. هو حاليا مصدر دخلك ايه برضو يا علي؟ بقبض 450 جنيه مش اجتماعيه، 450 جنيه مش اجتماعيه، مش شريك اجتماعيه. بس انا معلوه اخر السرقه والمشي الوحش والبلطجه اخره هتحتمل السجن للموت، وانا عمري ما اتسجنت، عمري ما اتعمل ايه؟
انا طبقت عن الشريعه الاسلاميه انا مستريح كده كده ضميري مرتاح. طب انت بتقدر تمارس حياتك اليوميه ازاي؟ انا بعمل كل حاجه بيدي، بلبس وبقلع وبشطف وبكتب على الموبايل، بكتب على الكمبيوتر، بعمل كل حاجه، بلبس انا حظاظه واحط منها معلقه واكل، بعمل كل حاجه. هو سياده اللي هو برده كان ليه وجهه نظر ان انت لو كنت قدرت بايمانك تتغلب على انا مش عارف اللي انت فيه، كنت قدرت تشتغل وتنتج وقدرت اللي انت تكون مستواك المعلم او حالتك الاجتماعيه افضل. الحاج سلام زهره كنت شغال مع حلواني كان بيقول لي اشتغل يا علي، وكل واشرب كان بيديني فلوس ويقول لي اقعد كل واشرب هنا واشتغل هنا وبطل سرق علي. انا ما كنتش عارف. مستشار ايمن محفوظ، انت برضو سمعت قصه علي، ايه راي حياتك في هذه القصه والتجربه اللي عملها علي، وبالنسبه لبرضو كراجل القانون حضرتك كان ايه اللي ممكن اللي انت شايفه ان هو يقدر ان هو يكون اصح؟ هي مشكله علي هي مشكله او معركه الجهل اللي احنا بنواجهه في المجتمع. لا الشريعه الاسلاميه هدفها قطع الايد، ولا انك تشخص موضوع السرقه تشخصه ان انت مش عارف تتوه فتقطع ايدك، ولا انت ولي الامر اللي تطبق الشريعه. انت بدل ما كنت تبقى مفترض ان انت تحول نفسك شخص صالح في المجتمع، اصبحت بقيت عبء على المجتمع. حتى لو كنت بتقضي بعض حاجاتك الشخصيه بايدك زي ما انت قلت، لكن لا، انت لازم، انت ما شخصت علاجك وده غلط، المفروض تروح لدكتور نفسي لو انت يعني كلامك صدق واحنا مصدقينك. كان هو يقول لك اذا كنت انت مريض نفسي ولا لا. اذا كان هو في يوم من الايام حس بالياس وعدم وقوف المجتمع جنبه، فقال اظهر نفسي للمجتمع فاقطع ايدي عشان الناس تخلي بالها مني زي اللي بيحرق نفسه او بينتحر عشان يقول للناس شوفوني يا ناس اهو شوفوا مشكلتي. ولما المجتمع ما استجابش ليه قال ان انا اقطع ايدي التانيه. كون ان هو يقول على نفسه طبق الشريعه الاسلاميه، هو يعرف ايه عن الشريعه الاسلاميه؟ انا عشان في مصر هنا، انا في مصر هنا، انا في مصر هنا من علي سلطان يا استاذ علي قاضي متهم جلاد. يا استاذ علي احنا دلوقتي بنسمع من المستشار ايمن محفوظ عشان برضه السنه المشاهدين يقدروا ان هم يعرفوا ويستفيدوا مننا ويعرفوا برضه قصته. كويسه برضه انا بحييه عليها. الانسان اللي يفكر في نفسه ان هو السلطان وولي الامر على نفسه، لا انت مش ملك نفسك. انا حامل المجتمع من شري. ثواني حاضر يا معلم. احنا زي ما احنا قلنا هو برضو كنت المفروض لو كان هو مرض كنت اتعالجت. لو هو احتياج لبعض الامور المعنويه والتشجيع كنت انت عرفت الاول تشخيصك ايه. ابويا ايمن دخلني شهرين اتنين المستشفى بتاع المجانين الصحه النفسيه الدكتور سمير طنطاوي في طنطا. دخلني شهرين اتنين الدكتور صرح لي طلعني 100 على 100 يا ايمن، اعتبر بيه 100 على 100، ما كنتش مريض نفسي ولا حاجه. تمام يا علي، نكمل مع سياده المستشار. العلاج لا احنا نشخص حالتنا، ولا لو هو قعد شهرين كان ما كملش علاجه، ولو كان محتاج بعض العلاقات الانسانيه وان المجتمع يحس بمشكلته ويحس بيه، كان كل ده المفروض ان المتخصصين هم اللي يشخصوا حالتك. ثم انك تقول تطبق الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه ما هياش بالشكل ده، الشريعه الاسلاميه ما هياش شريعه قطع الايد وتطبيق الحدود بلا جدال. انت قعدت كام سنه يا علي؟ انت عبء على المجتمع يا علي، انت المفروض كنت تبقى شخص نافع للمجتمع وتقف وتحمي بلدك. احنا بنشكرك يا سياده المستشار، احنا عايزين نعرف انت قعدت كام سنه يا علي في انك تكون لص يعني انت 25 سنه بس. 25 سنه بتقول ان انت معلم على الحكومه ما سبتش اثر ورايا. لا علي احنا بالنسبه انت بتتكلم بقالك 25 سنه وكنت في وقت من الاوقات من 10 سنين، فاحنا بنشكر دلوقتي جهاز الداخليه وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه وبنشكر السيد وزير الداخليه على التطور اللي حصل في التكنولوجيا الحديثه. وسياده اللي هو يقدر يقول لنا في مجرم يقدر يفلت من عقابه دلوقتي؟ اولا مفيش حاجه اسمها الجريمه الكامله، استحاله في الجريمه الكامله، لان نظريه تبادل الاثر اي حد بيعمل جريمه بياخد من مسرح الجريمه وبيدي مسرح الجريمه، فما فيش اي حاجه اسمها جريمه تامه. اي واحد ايا كان كفاءته لا يمكن يعمل الجريمه بنسبه 100%، وبالتالي من اسهل ما يمكن ان اي حد يتجاب. الجاني دايما بيسيب ورا اثر، والاثر ده بيجيبه. وعليه ان احنا بننصح اي شاب واي حد ماشي في السكه دي ابعد عن الاجرام، لانك هتتجاب وهتيجي. ليه؟ النهارده في تطور غير عادي، الكاميرات سهلت كتير جدا بالنسبه لنا انك تتابع حتى لو هو متخفي، حتى لو هو راجل ولابس ست
الكاميرات بتجيبه ويقدر يتحدد. اذا الكاميرات نمره واحد. نمره اتنين اسلوب البحث اتغير. كان الوقت عندنا البصمه الوراثيه، البصمه الوراثيه دي بقت بتساعدنا في حاجات كتيره جدا زي البصمات الماديه اللي هو زي الكف والقدم، والوقت بقى العين والاذن، كل ده برضك بيساعد. البصمه النفسيه اللي هو اسلوب ارتكاب الجريمه وطريقه التنفيذ، كل ده بيساعد. فاذا هيجي بس هي فتره وقت، يعني هي فتره وقت ان هو زي ما بيقول كده ما وقعش. هو كان في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه التكنولوجيا وصلنا، مش فيه وسائل تكنولوجيا حديثه، لو حاليا كان هيتجاب على طول أكيد. لان الوقت الموضوع بقى في منتهى البساطه انك انت اي قضيه ايا كان صعوبتها سهل انك انت تفك حلها وتشوف اللغز بتاعها. الموضوع بقى بسيط جدا. ازاي بقى سياده اللواء ننصح المواطنين والساده المواطنين ان هم ما يكونوش فريسه لاي حرامي او اي لص ويقعوا فريسه تحت ايده اذا كان في منزله او في عربيته او لغيره؟ نأمن ازاي المواطن؟ نبدا بالمنزل. وبقول لجميع الساده المشاهدين بعد اذن حضرتك بطل العاده الغريبه اللي احنا كلنا كمصريين ماشيين بيها، احط كل حاجه في دولاب اوضه النوم الرئيسي، احط الذهب، احط الالماس، احط الفلوس، واحط الورق المهم، واحط حتى لو سلاح مرخص، كل حاجه بحطه في دولاب اوضه النوم الرئيسي. وبالتالي انا بقول للحرامي او اللص بعد اذن حضرتك ما تضيعش وقت وخمس دقايق كده وخش افتح الدولاب، خد ما قل وزنه وزاد ثمنه، وانت خارج بقى لقيت موبايل لابتوب بخده. فاذا هي دي مشكله. هتقول لي عندك 100 مكان في الشقه، ممكن 100 مكان يا سيدي، بلاش تحط كله في سله واحده، البيت في سله واحده، كل ما تملك تحطه في الدولاب. اللص داخل عارف انه هيفتح دولاب اوضه النوم الرئيسي هيلاقي فيه كل حاجه. طب ما عندك 100 مكان. وحصل معايا واقعه وانا رئيس مبعث الخليفه، كانت واقعه في منتهى الجمال. راجل كان باع ارض وكان عارف انه هيبيع ارض ليه، وكان مبلغ ساعتها 300,000 جنيه، مبلغ كبير جدا جدا. قبل ما يبيع الارض عمل ايه؟ راح فصل قطعه في مطبخ وعمل فيها بقى الدرجين بتوع المعالق والشوك، وبعد كده حط حته ابلكاش وتحت الدرجين دول في 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 ممر كده يشيل الابلكاش، وعمل تحت صحاره مخفيه بحيث لما تفتح الادراج بتاعت كده تلاقي المعالق والشوك، تفتح الدرج من تحت تلاقي الحله الموجوده. استحاله تتخيل ان في صحاره موجوده بين الجزئين دول. لما جت مراته جات لي وكانت بتعيط وبتصوت ومبلغ وي والحكايه والروايه، نزلت مفيش اي حته في الشقه ما اتفتشتش، حتى المراتب قطعوها. فانا قلت لها ما تقلقيش ان شاء الله احنا هنجيب الجاني، لان مش حرامي اللي جاي عارف ان في فلوس. وهي عندي في المكتب وبنتكلم، وبعد ما عندنا المايك جه جوزها قال انا الفلوس ما اتسرقتش. قلت له انت طلعت شقتك؟ قال لي انا من غير ما اطلع، انا عارف الفلوس ما اتسرقتش. قلت له ازاي؟ قال لي طب تعالى. خدنا ورحنا شفنا الكلام ده، شال الدرجين، شال الابلكاشه، لقى الفلوس كلها زي ما هي. قال لي انا كنت عارف. قلت له بس انا بعتب عليك برضك، لانك انت كان لازم تقول لمراتك واولادك انك شايف فلوس فين. طيب في حضرتك توفيت ولا اي حاجه؟ وبعد كده جم يبيعوا حته المطبخ دي. في مواطن بيكون عنده وعي، وفي مواطن بيكون ما عندوش الوعي. فاحنا بنقول للمواطن زي ما سياده اللواء قال، خليك حريص وخليك برضو ان انت ما تحطش فلوسك في مكان واحد عشان ما تكونش فريسه لاي لص موجود. وهنسمع برضو من علي ازاي المواطن يبعد وما يكونش فريسه للص. المواطن اي مواطن ما يعني خلي باله من نفسه، هو ماشي في الشارع خلي باله من نفسه. واحده تخلي بالها من شنطتها وتامن على جيبها، يعني في حراميه بيشدوا بيركبوا المكن ويشدوا الشنط ويمشوا جري. وبرضك بقول لهم اقفلوا باب المطبخ كويس، وما تحطوش ما تعوضيش نفسكم تحطوا المفتاح تحت البتاع بتاعت اللي قدام الشقه، الموكيته بتاعت اللي قدام الشقه. حراميه اكتر حراميه بيعرفوا اللي في مفتاح تحت البتاع بتاع احنا بنشكرك يا علي، وعايزين نعرف يا سياده المستشار بقى ايه عقوبه السارق وايه عقوبه السرقه عموما. عقوبه السرقه تبقى البيع، عقوبه السرقه. احنا بنسال المستشار ايمن محفوظ في العقوبه القانونيه، بحكم ان هو راجل مستشار ما بيتكلمش ان انت طبقت على نفسك شريعه اسلاميه او غيره. احنا بنسال في القانون اللي موجود، وهل العقوبه اللي موجوده ده دي عقوبه رادعه ان يكون اللص يطلع منها ان هو تائب او غيره؟ احنا في معركه الجهل، ولازم نقاوم الجهل باقصى ما عندنا. هو بيقول هي دي عقوبه السرقه في الاسلام. قريت كم كتاب يعني؟
انا معايا حميه جاهل. طيب انا جاهل. طيب بس انا بتاع ربنا. طب ماشي ماشي. يعني انت بتقول لي طب خلاص انا ارد عليك خلاص. لا. عرفت انا سالت نسمع من سياده المستشار يعني. ولما يجي نسمع منك سمعت كام حديث وقريت كام مجلد طبعا ما حصلش. ثانيه انا جاهل بس انا افضل من العالم وافضل من المستشار وافضل من القاضي هنا في مصر. يا استاذ علي يا استاذ علي يا استاذ علي هنستاذنك لما يجي. انا طبقت حد من حضر الله حد السارق ما حدش ولا مخلوق طبقه هنا. وكان ممكن برضو يا استاذ علي ان انت تقدر تتوب وتقدر وتقدر تنتج وتشتغل بدون قطع ايدك. فنسمع مساله استشار العقوبه. انا طبعي حماسي وانا محامي فاهمني والمفروض دوري جاي ادافع عنك مش المفروض ان انا اهاجمك. دور المحامي ان هو الاساسي هو الدفاع وان هو يهاجم المجرمين. انا بقول لك ان اللي انت عملته دوت وانا معايا اهو وبناشد كل سادة علماء الدين يقولوا اللي حضرتك عملته لا يمثل للدين بصلة ولا يمثل للأخلاق بصلة. انت جاهل ارتكبت جهل وعايز الناس تطبقه. لو كل انسان نفذ الحدود من وجهة نظره ما فيش حد يعرف يطبقه على الناس. انت اخطأت وربنا هيحاسبك. ادعي ربنا يغفر لك الخطيئة اللي انت عملتها في حق نفسك وفي حق المجتمع واصبحت عبء عليك. عقوبة السرقة يا سيادة السرقة طبعا في القانون المصري. في القرآن مش القانون القرآن. طيب في القرآن انت اللي هتاخد الفتوى منك يا علي. يا علي يا علي احنا سمعناك يا سمعناك ما تقطعش سيادة المستشار يا علي عشان نقدر نعمل. هي معركة الجهل. كل واحد نصب نفسه سلطان على نفسه وهو لا ببدنك ومالك ليست ملكك لوحدك. ربنا هيقول طالما انا بلغت من الرشد انا مسؤول من نفسي. لا 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 يا حبيبي يا ايمن بيه ولا الحكومه ولا المرضية ولا المجتمع عارف يعمل فيه. انا هو ده مش الغلط اللي عمله علي. لا ده الغلط الاكبر اصراره على الجهل واصراره على الغلط اللي احنا كلنا راجل محامي بيقول له وسياده اللي هو بيقول له حضرتك بتقول له اللي انت عملته غلط. ولو انت ابنك كان في نفس الحالة مش هتقول له كده هتعالجه. وكمان بتنشر هذه الثقافة بتفتخر بيها. الإسلام ما هواش كده. احنا هنا بنطبق القانون والقانون المصري هو الذي يطبق الشريعة الإسلامية. لأن طبعا سيادة اللواء أدرى مني في ذلك إن القانون المصري تطبيقه هو من الشريعة الإسلامية. المادة الثانية من الدستور. احنا بنتكلم ناس بسطاء يا سيادة اللواء. الثانية مادة من الدستور. هذا هو القانون وهذا هو الإسلام إن احنا ننتقد نخضع للقانون. القانون حاكم السرقة من أول حكومة الحبس البسيطة حتى السجن المؤبد في جرائم السرقة بالإكراه. فالسرقة متدرجة وأنواع كتيرة. سرقة بسيطة وسرقة من منزل مسكون وسرقة بالتصور وفي آخرها خالص سرقة بالإكراه باستخدام سلاح باشتراطات معينة. فالسرقة بحبس بسيط ونفس السرقة عقوبتها المؤبد. فطبعا القانون لما حط دوت وازن ما بين المصلحة وبين الخطورة الإجرامية للجاني. وسيادة اللواء يفهمنا ويعرفنا الكلام ده أكتر من كده إن عقوبة الجاني في السرقة هنا ليست عقوبة الجاني في السرقة هنا لأن في توافر الشروط مشددة والخطوره الاجراميه كلمنا عنها بقى سياده اللواء افضل مني. احنا نسمع من سياده اللواء اذا كان انواع السرقه. احنا بنقول في سرقه بالاقراه وفي سرقه هو بيتكلم كده ان فعلا زي ما قال ايمن بيه ان هي العمليه كلها ايه انها على حسب كل الظروف واقعه. يعني النهارده ظروف الواقع هل هو الواقع كمان بيفرق سرق بالليل الصرف مشدد استخدام سلاح استخدام اله تهديد واخد بالك ساعات بيؤدي كمان فوق السرقه انه بيهتك عرض انه بيمسك مجنى عليها او بتاع وساعات بيوصل للقتل انه بيقتلها لان هي عارفاه. يعني في اوقات كتيره جدا بيبقى المجنى عليها عارفه الجاني فبيضطر غصب عنه من السرقه للقتل لا وبني مزار فاضي بني مزار. الولد كان عارف ان الناس دي يوم الجمعه بتروح هي واولادها عند امها وجوزها بيصلي الجمعه ويروح لها فداخل الشقه جارهم على اساس انها فاضيه مفيش فيها حد فوجئ بالست ولادها لازم غصب عنه وداخل يسرق بس لكن غصب عنه هنا لانهم عارفينه اضطر يقتلهم. فاذا هنا وصل بقى لاقصى درجه في من العقوبه. يعني ده الاعدام قليل عليه. يعني ده الاعدام قليل عليه لان هو وصل من السرقه داخل بغرض السرقه بالحضرتك فجاه لقى نفسه في قتل. وشوف قتل كام واحد قتل الست وولادها
بحضرتك، لان في اليوم ده الست ما خرجتش، كانت والعيل من عيال تعبانين، وجوزها صلى الجمعه ورجع لقى الست متوفيه ولا ده. فاذا هو طريق الاجرام والجريمه هي دي نهايته، هي دي. ما شفناش حد مشي في طريق الجريمه الا لما كان دي نهايته. والسجن برضك النهارده ما بالسهل، يعني هو مين يروح السجن 7 سنين ولا 10 سنين ولا 15؟ ما لازم هيطلع عنده امراض الدنيا كلها، لازم، لان قاعده والبتاع. لكن النهارده الوزارة عملت حاجه كويسه، بتعلمه من الوقت في السجن، بتخليه بينتج الوقت، ودي حاجه كويسه جدا كويس. انه بينتج، بتعلم صنعه، بياخد فلوس، واخد بالك؟ يعني بياخد فلوس، فدي حاجات كويسه جدا. هو لو كان راح على اللحقه، او كان زي ما ايمن بيبي يقول راح يتعالج، لو هي قصه وهي تعرف اساسها ايه؟ الدلع. الدلع 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 في الصغر. نصيحة لجميع الأهالي بعد إذن حضرتك، ما تدلعش ابنك أو بنتك فوق الحدود، ولازم في مرة تقول له لأ لأ لأ، عايز تليفون كذا، لازم في مرة أقول له لأ. ما ينفعش إنك أنت تفضل تمشي كل حاجة يطلبها تحققها له، دي مش حنية ولا ده حب ولا ده اللي هو هيخليه بكون. لأ لازم طبعا لأ. بنشكر حضرتك في دور التوعية، وإحنا شفنا برضو في الفترات الأخيرة شفنا دور جميل، وشفنا دور ايجابي من طبعا وزاره الداخليه، وبالنسبه برضو الوزاره عملت كقسم لحقوق الانسان، وعملت كقسم توعيه للمواطنين، وابتدت ان هو يكون المنظومه مع المواطن لافضل في التعامل والاسلوب. فكلمنا برضو حضرتك عن دور التوعيه اللي بيقوم بيه وزاره الداخليه للمواطنين. هو حقوق الانسان دي لازم تبقى متواجده في حضرتك، وفي ضابط في الاسم لحقوق الانسان، مكتب كده هتلاقي مكتوب عليه ضابط حقوق الانسان، ده قاعد بيعالج كل المشاكل لو حصل. وده شيء وارد، لان احنا بشر، يعني ممكن حضرتك تخش الاسم يحصل مشكله مع امين، مع ضابط، مع اي حد، ده شيء وارد. فتروح ترجع للضابط ده، الضابط ده هيشوف الواقع وهيشوف، ولو الضابط التاني غلطان او الامين غلطان هيجيب لك حقك، لان الوقت الظروف اتغيرت. وزي ما قلت لحضرتك كل اللسان بقى فيها كاميرات دلوقتي، وكل الاماكن بقى فيها كاميرات، يعني اي حاجه بقت مسجله. عندنا الضابط بتاع محكمه مصر الجديده في الواقعة بتاعته دي، ما اللي انقذوا ايه؟ واللي طلع ان الضابط ده اتصرف مع 10 على 10، ان الكاميرات فعلا الراجل اتصرف مع الست اللي عضو النيابه الاداريه، ده اتصرف بمنتهى الحكمه وبمنتهى الذكاء، واخبار حضرتك، وفي النهايه جاب القضاء اداله حقه. اضافه بسيطه كده يا باشا، اضيف اضافه بس بسيطه، ولازم نقول لكل اخواتنا واحنا في معركه الوعي ومحاربه الجهل، انتوا كنتوا تتخيلوا ايام العهد السابق ان لواء وحرامي لص حتى لو كان بيقعدوا على مائده واحده، عقيده الشرطه اتغيرت. وبالذات برضو الايام دي احنا في اعياد الشرطه قادمه في هذا الشهر، احنا بنقول ان عقيده الشرطه اتغيرت، وان الشرطه اصبحت قريبه قوي من المواطن. وزي ما قال سياده اللواء، وزاره الداخليه بتبذل مجهودات خطيره جدا. احنا طبعا بنشكر طبعا السيد الرئيس ان هو عمل لنا عهد جديد، وشفنا عهد جديد في عهده، وشفنا من وزاره الداخليه برضو نظام جميل في التعامل مع المواطنين وغيره وغيره. وعايز برضو اقول حاجة، احنا شفنا برضو بعد الكلام انت علي قلت انا عملت كده عشان عاقب نفسي بنفسي، ولكن في كتير بيقولوا ان انت حاليا بتاخد، انت زي ما انت قلت بتاخد 450 جنيه ما بيكفكش زي ما انت ما بتقول ان انت تعيش بيهم. ففي كتير بيقولوا ان انت برضو عملت كده للشو الاعلامي، ان انت تستعطف عطف الناس وتقدر ان انت تعمل شو اعلامي من خلال الموضوع ده. فاحنا عايزين برضو علي نقول لك، انت في الاول وفي الاخر اذا كنت قعدت 25 سنه بتسرق او 25 سنه وربنا تابع عليك، فكان ستر من ربنا ال 25 سنه اللي فاتوا دول ان ربنا عاقبك في الاخر برضو، او ربنا اراد لك ان انت تعاقب نفسك بنفسك ان انت على السرقه اللي سرقتها في الفتره اللي فاتت. فاحنا بنتمنى لك مستقبل افضل الفتره اللي جايه، وبنتمنى لك حياه كريمه من خلال برضو الجامعات الاهليه، ان توفر لك مشروع ان انت تقدر تشتغل من خلاله، عشان تقدر ان انت تكون ساعد وتقدر ان انت تنتج في المجتمع. وبنقول برضو ما بنأيدش لاي حد ان هو يعمل زي علي او يقلد علي، في طرق كتير للتوبه، والتوبه وباب التوبه مفتوح، وربنا فاتح باب التوبه للجميع. ونتكلم كلمه اخيره للمستشار ايمن، للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا نقول لهم ايه؟ انا برضو كنت بقول ان معركه الوعي وبالذات الشهر دوت في اعياد الشرطه، بنبارك لكم مقدما يا سياده اللواء لكل اهالينا واخواتنا، لان الشرطه كلها اهالينا واخواتنا. وعايز برضه اقول حاجه مهمه جدا، ان اكيد في اي مجتمع في بعض السلبيات، ممكن تحصل سلبيات في الشرطه، لكن عقيده الشرطه كلها كلنا حاسين بيها اتغيرت،
والشرطه بقى اصبحت قريبه جدا من المواطن. واحنا برضو مش هنخلص الكلام مع علي رغم ان احنا مش موافقين على اللي هو عمله، لكن برضو بنطالب وزاره الداخليه رغم ان هو لسه ما اتمسكش وما اتسجنش، بنطالب برضو لعلي ان وزاره الداخليه ترعاه عشان برضو هو اخطا في هذا الفعل. في رعايه اللحظه الوزاره فعلا رعايه اللحظه. احنا برضو يا سياده اللواء بنشكر حضرتك النهارده، وعايزين كلمه برضو اخيره للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، وبنقول لك كل سنه وانت طيب بالنسبه للشرطه والسنه بقول كل مواطن وزاره الداخليه يساعدك فيه. يساعد الشرطه في ان هو يامن نفسه، يامن نفسه، يامن بيته، يامن عربيته، يامن محله. الكاميرات 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 بتوفر مجهود غير عادي على وزاره الداخليه وعلى ضباط المباحث الجنائيه. وبعدين الكاميرا ده بقتش مكلفه، حطها على باب شقتك، حطها على باب العماره، حطها عند باب محلك، حطها في كل حته وما بقتش مكلفه. الموضوع بقى بسيط جدا، انت كده مش بتخدم نفسك، انت بتخدم العماره كلها، تخدم الشارع كله، لان انا منتقل من كاميرا لكاميرا لكاميرا بقدر احدد خط سير الجاني وبوصل له. فانت كده اهو. والنهارده شوف الاقسام، الاقسام اتطورت شكلا وموضوعا، وده داخل اسم فعلا بتحس انك داخل مكان زاد قيمه دلوقتي غير الاول خالص يعني. بس امانه الحمد لله برضو احنا في عهدي الحمد لله، واحنا برضو مصر بتتغير، مصر بتتغير للاحسن. وعايزين كلمه رميز اخيره برضو لعلي للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، كلمه اخيره للرؤساء بتاع السيسي والحكومه والجيش والشرطه ولاقباط مصر. بقول لهم كل سنه طبعا مع الرئيس السيسي، كل سنه طيبين مع الشرطه المصريه العظيمه والجيش المصري العظيم، وكل سنه وانتم طيبين يا اقباط مصر العظماء، وكل سنه وانتم طيبين والاسلام، كل سنه وانتم طيبين وكل الناس كل سنه وانتم طيبين. والناس ما تعملش زيك. وما تعملش زيي، ما حدش يقلدني. احنا بنشكرك النهارده وبنشكر سياده المستشار، بنشكر سياده اللواء النهارده على تواجدكم معانا. ودايما بنقول في نهايه كل حلقه اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا.